اللي اللي امشي في الغلط وكعبيرو بتوزلو نفسه الثوايا كملو وتعكست الآية والعيار فلت والصح بقى شبه الغلط الصح بقى شبه الغلط والخلق ليه وعلى ايه بقوا بيستقتلوا والماشي في البطال عمال على بطال الماشي في البطال عمال على بطال ده يا ما جاب دغنا سويا ما خلى ناس اتكحوا كتروا الناس الشمال قالوا لا دي الحلال كتروا الناس الشمال قالوا لا دي الحلال والمال يا خال الحال من اللي هيجي تاني ويعدلوا ويا إما نلحق اللي ضاع ينحصلوا هتبطلي التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص الخمرة عملت برومة في دماغك أنا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عضم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي فعقالي كده وامشي عدل وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعالسرايا عدل وطبعا انت ست العارفين وعارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه ادينا اهو واقفالك على رجلي وبمشي اهو يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري
روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتي. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي. الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون. العين التالتة هي ابني افندينا اللي لازما يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة افندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي ابوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه. وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديكي شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرف النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد. وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، أنا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وانا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانه تمنع موت. ارحمني يا ابو خميس. ما كفكش اهوان ولسك عم تعيط زي الحريم. الرحمه يا ضويه، ده انا اخوكي. في شغلتنا الرحمه خيبه تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه، وزي ما قال ابو خميس تمن الخيانه الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده. لا يا ضويه. الله يا خميس. يا امين يا هون، يا مرار المرار، يا مرار المرار، يا مرار، يا حسني، يا امين يا هون، يا مرار المرار، يا مرار المرار. انتم يا هون، انتم هروح فين من بلد يا هون؟ يا لهوي، عرفت ان انا محوطاكي حتى في منامك. لو عايزه تحصل ابوكي ارمشي بس بعينك وقولي اللي شفتيه، وساعتها هتموتي بدل المره الف، بدل المره الف. سر في شوق يهبل، مش في ابو سنه. شوق؟ وايه دخل يا حاج شوق بالحوار ده؟ شوق؟ شوق هي ترياء ابو سنه، هي اللي قفشه سره وملوداه وراها، وهي اللي مالت مخه وجابته لحد عندنا هنا، وهي اللي هتجيب اجل خميس. بس خميس مش هيديها فرصه. ها؟ وانت ايش عرفك؟ متهيألي يعني انه مش سهل وهي يعني ما ينفعش. اللي يسمعك كده يقول انك تعرفيه كويس. انا؟ وانا اعرفه منين؟ يعني انا بسمعكم بتتكلموا. بنت يا سوريا. ايوه يا معلم. نعم. ها؟
هابد تظبط الحجر قبل ما يفحم. حاضر. اهو يا معلم. مالك يا مطر؟ ما تقعدي، مدينانه ولا ايه؟ لا اصل انا تعبانه، هخش انام، دخت من لف طول النهار. تصبحوا على خير. عاوز مني حاجه تانية يا معلم؟ لا خش نام انت كمان. طب بالاذن. مراتك الايام دي رجلها خارت على الخروج. عادي يا حاج، بتنزل تتسوق. انت عارف بقى مخ الحريم. ايوه، يبقى اسالها كده وشوف هتقول لك ايه، وبقى تعالى قول لي. ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ اسالها الاول بس. بتقول ايه يا خميس؟ اللي سمعتيه يا ام، انا راسي متلخبطه ودماغي هتتشقلب قصاد عيني. ابو سنه راح للنوح؟ هي حصلت؟ اخص عليك يا ابو سنه، تروح للنوح برجليك؟ الظاهر كان معاك حق يا ام. احنا مش في مين اللي معاه الحق، احنا في المصيبه دي اللي لازم تتلم. انا بادر وراه رجاله في كل حته، بس زي ما يكون قرص فوار ودايب في كوبايه ميه. مفيش غيرها العقربه مراته، بخت السم في ودنه ورميته في سكه النوح. معلوم. اما سدت السكه في وشها هنا، رمت هلب هناك ودورت بقى شريط ذكرياتها القديم لحد ما وقفت في محطه النوح، وقالت نرجع اللي كان ونلم كل بنت الغزيه. وهو ما صدق لبد في العظمه. جايله على طبق فته ابن الجعانه. الخبر ده لو اتسرب هيبقى مطب عفش. حكايه النوح دي لازمها قفله. والترامادول ده ممكن يشوه الجنين اللي في بطنك ويخليه يتولد مش طبيعي، وتعيشي عمرك كله شايفه بلاوي متجسده في ابنك. أنا وحياة ربنا ما أعرف يا دكتور، دول قالوا لي ده بيسهر وبيخلي الواحد يصلب طوله كده ويقدر يقف على حيله للصبح. وللأسف هو ده الوهم اللي بيصدقوه ناس كتير، وفي الآخر بتكون النتيجة بلاوي سودا محدش يقدر عليها. أنا بحذرك يا رمانة، لو ما بطلتيش دخل الدرشان ده الله أعلم الجنين اللي جاي ده هيبقى شكله عامل إزاي. أنا عموما ما حبيتش أكبر الموضوع وأعمل لك مشكلة، إن حسيت إنك غلبانة ومش فاهمة حاجة، بس أديني بفهمك. لو ما سمعتيش كلامي يبقى قضيتي على اللي في بطنك ومش هشوف النور. حاضر يا دكتور، حاضر. توعديني؟ أوعدك. سلام عليكم. مع السلامة يا دكتور. ها طمنيني، خلاص هتخرجي؟ الله يخرب بيتك يا بعيدة، الزفت اللي انت كنت بتديهولي ده كان هتضيعني ويضيع اللي في بطني. اسمعي يا بت، بقولك ايه، انا مش عايزه جنس مخلوق على وش الارض يعرف ان العيل ده لسه موجود. حتى افندينا؟ خصوصا افندينا. طب ودي حاجه تستخبى يا اختي، ما مصير المستخبي يبان. ساعتها يبقى ربنا يحلها، انما لحد ما يبان لسانك اللي عايز القطع ده ما ينطقش بكلمه لجنس مخلوق، انت فاهمه؟ امرك. بس انت ناويه تروحي الشغل برضه؟ لا، شغل ايه؟ انا خلاص تابع علي ربنا. علاجك ده انت مش بتحمي نفسك بس بيه، انت كمان بتحمي بيه حبيبتك اللي نفسك تتجوزها. مش انت نفسك تتجوزها برضو يا شادي؟ اكيد. ومالك مكسوف كده ليه؟ الحب ما بيكسفش، الحب بيخليك سو سترونج وعندك انرجي وباور، وتبقى نفسك تقول للعالم كله ان انت بتحب، مش كده؟ كده يا دكتور، بس انا مش فاهم هما هحميها ازاي من الترامادول، هو بيأثر عليها يا كمان؟ اكيد لما تتجوزه هيبقى نفسك تخلف منها، البيبي ده ممكن والسموم دي كلها في جسمك يا اما يطلع مشوه او لا قدر الله يموت. يموت؟ الدرجات دي الترامادول بيعمل كل ده؟ بس احنا خلاص يا شادي نضفنا جسمنا من كل السموم دي، وانت وعدتني انك استحاله ترجع لها تاني، صح؟ صح. You promised. صباح الخير. اهلا بالقمر. بص بقى، انا جبت لك كل الكتب اهو عشان ما يبقالكش حج، هتذاكر وهتستعد مش هيفوتك اي حاجه خالص، وهتطلع من هنا وانت زي الفل. برافو عليك يا مريم، وانا كمان محضره لك مفاجاه جامده جدا.
ايه هي؟ رامي ويحيى خفوا وجايين هما كمان يسلموا عليك. رامي يحيى شادي رامي شادي يحيى ايه على السلامه عاملين ايه يا شباب؟ وحشني. ازيك يا يحيى؟ احنا لازم نرجع نذاكر تاني يا معلم. لازم. يلا يا شادي ما عندناش وقت. يلا بينا. اتفضل. خدت الكتاب ده؟ اه معايا في البيت. ده انا اول مره اشوفه. هنذاكر. التلفزيون بوظ دماغ الخلق. كله بتاع كلام، كله كلام وبس. نعيش يا ذباب. واحنا شعب نموت في الكلام. اه الناس دي لو بتحب البلد بجد يمشي ورا دماغي. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي. هما مش بيقولوا السياحة مضروبة؟ اه السياحة مضروبة ليه؟ ليه؟ عشان السايح من دول ورا مزاجه يمشي ورا مزاجه. فاحنا لو جينا عملنا كام مدينة على كام بلد جوه مصر زي شرم الشيخ أسوان البلاد السياحية دي عملنا فيها الحشيش رسمي. يعني السايح يقف قدام الكشك يشتري سجارته يشتري قرش حشيشه يشتري بفرته. اه بس جوه المدن دي بس مش سبهلاله. يعني اللي يتمسك بره البلاد دي بحشيش ربنا يتولاه واللي يفلت يبقى حلو. الغرض ان نتفرج بقى على السياحه اللي هتجيلك. سياحه خارجيه عشان يدوقوا حشيشنا وسياحه داخليه عشان عارفينه. اتفرج بقى ساعتها الدولار هيبقى ب 75 ساخ ده غير الضرايب اللي هتدفع للبلد حق البلد. الله عليك يا فندينا. إلا بالحق صحيح. هو الخال فين؟ موجود. يعني الكلام اللي بنسمعه دول في الكليتش. كلام ايه يا معلم؟ الكلام اللي عم بيتقال في السوق انكم اختلفتوا. لحد هنا وفرمالة يا معلمين. يا زبابة. ايوه يا فندينا. الله انت زعلت ولا ايه يا فندينا؟ يحط مناخيره وسط العيله دي يتفرم. الخال يعني يا فندينا ويا فندينا يعني الخال. والعيله لو واخذه كده منفذه على بعضها والعزوه صلبه الظهر. وانتوا عارفين مفرقه لحد فين؟ احنا بنطمن يا معلم وكان غرضنا. مفيش غرضنا. الكلام جاب اخره يا معلمين. ايوه يا فندينا بس احنا لسه ما اتفقناش على المصلحه. مفيش اتفاق وكل واحد هياخد اللي يترمي له ويشتغل بيه. الكلام معايا على الكيف يا زوز. اؤمر يا فندينا. وصل الرجاله يظهر الدخان توالهم. اتفضلوا رجاله نشم هو بره مع الخضره. هات يا ذبابه. يدوم الواجب يا معلم. واجبك واصل يا ابوي. اجلي دورة يا جمعه. احنا هنعيده تاني يا براء. هو ايه ده اللي احنا هنعيده يا مطر؟ شغل السين والجيم والاسئله الكتير. هو ايه؟ مش ربنا بقى كان تابع علينا ولا ايه؟ هو انا مش جوزك؟ هو انت مش على ذمتي؟ هو انا مش من حقي اعرف كل كبيره وصغيره عنك؟ مش بالتحقيق والصوت العالي يا روح مطر. هو انا مطره لما اسالك رايحه فين وجايه منين؟ ابقى انا كده بحقق معاكي؟ وبعدين لسه ما عليتش الصوت. يعني كمان لسه هتعلي صوتك؟ يوه ما انت لو كنت جاوبت من الاول كنا خلصنا. افهم بقى شك ده يعني ولا غيره؟ يعني ايه؟ يعني لو شك مش هرد عليك. نعم. تقدر تخلي واحد من البغال اللي انت مشغله يراقبني في الراحه والجاي ويقولك انا بروح فين وباجي منين. مطر بقولك ايه ما تخلينيش. انما بقى لو كانت غيره هاخدك من ايدك كده وهديك هدف. دولاب. وايه دخل الدولاب بالكلام اللي احنا بنتكلمه ده؟ متبقاش عصبي بقى وحنبلي كده. اصبر شويه. ايه هو؟ اصل انا يا حبيبي فكرت لقيت ان احنا من يوم ما اتجوزنا ما دلعتكش ولا عملت لك اي حاجه تحبها. فكل يوم كنت انزل الف وادور عشان اجيب لك حاجه تبسطك. ايه رايك بقى يا روحي؟ وانت تعرفي برضه يا مطره ان براء النوح يلبس اللون ده؟ وانت اللي هتلبسه يا حمار. امسك. دي رمانة احنا مش هنخلص من الحدوتة دي. راجل سعادتك بتاع الاخضر قالب الدنيا عليها ومش عاجباه ولا نمرة هيموت عليها سعادتك. طب والبنت اللي معاها راحت فين؟
فص ملح وداب ملهاش ولا أثر وقفلة تليفونها سعادتك. حمل على بوسي. بوسي سعادتك مستحمل أكتر من طاقتها، عاملة زي السد العالي، لو حملنا عليها أكتر من كده هينهار ومش هنلاقي ولا نقطة مية. والراجل سعادتك مليان دولارات خضراء لازم نحافظ عليه. استأذن معاليك بوسي السد أرد؟ لا خلي السكرتيرة ترد. ألو؟ يا بوسي يا روح إيه؟ طب اهدي بس. الله 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 يخرب بيتك ويخرب بيت اللي يعرفك. أنا هتصرف فيليب. إيه سحنتك اتقلبت ليه؟ سعادتك الحكومة عكشت البت بوسي هي والبنات اللي معاها. تكونش ماشيين في الحرام سعادتك. يخص على الحكومة، هم مش عارفين هي شغالة مع مين. خميس؟ ايه؟ نايم بدري ليه؟ عندك مدرسة الصبح. اتفضل يا فندينا اتفضل. ايه المفاجآت الحلوة دي؟ مفيش، لقيتك ما بتسألش وقلت اسأل انا. اصيل اصيل، اصل انا بس غصب عني متكحرط في حوارات كده يعني. حواراتك كترت قوي يا متر. حوارات ايه؟ القضايا اللي انت شاغل روحك بيها والحوارات ايه دي؟ والكلام كله بتاخد منه ملاليم وسايب شغلنا احنا اللي بملايين. اه انت عارف يعني مصل حاجات كده يعني. ما انت مالك يا متر؟ مش على بعضك ليه؟ ليه مش على بعضي؟ ما انا من بعضك فوق بعض اهو. خمسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضره النبي. ما صدقتش روحي لما البنات قالوا لي ان انت هنا. الهلال طلع والرؤيه بانت وافنجينا رجل عشه القديم. بقول لك ايه، المره دي الغيبه طولت قوي يا كبير. ما احنا بقى عايزين نجيب بقيه البنات كده وتدلعي يا فندينا النهارده. يلا عينيا. لا 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 لا، كله بأوانه يا ام سامي. الرجل الدب مطرح ما المزاج يا حاج. طيب الليله دي انا مزنوق في بدران. اتغيرت قوي يا فنجين. اصل عليك يا بنت اتغيرت. يلا يخرب بيتك، عايز الراجل في شغل. بقول لك ايه، انت يا اخويا تخلي الباب موارب. يمكن تتزنق في مسامية. يتوب علينا ربنا. والنبي عسل. يلا يلا يا ولا سيب الاقرع هتتخلع في ايدك. امشي يا بنت يلا اتوضبي القعده. بتقولوا سيب الاكره. ما هو غاوي اكر. لا اصل ما خدش اكره الشهر ده. طبعا هتوس وش بشويه ميه عشان افوق. سمعت حاجه اللي حصل من خاله بدران؟ وطبعا انت شربت الكلمتين وبلعت الكام قميص نوم. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ايه اللي انت بتقوله يا حمار؟ جرايه يا حاج في ايه؟ حد يسمعنا عيب، احنا مش في البيت برضه. ومسال نوم ايه دي يا دي اللي بتخرج لها كل يوم والتاني؟ مراتك متغيره، شوفها مالها؟ جرايه يا حاج في ايه؟ انت هتسيحلي ولا ايه؟ شغلتنا دي لما تحس بحاجه غريبه لازم تعصرها، تحلبها لغايه ما تجيب البطنها. بصراحه يا معلم انا شايف انك مكبر الموضوع حبتين. بصراحة بقى أنا اللي شايف إنك مكبر دماغك حبتين وتلاتة لحد ما هتلبسنا في حيطة. يا واد اتعلم، اتعلم بقى. أنا لو عملت زيك كده كان زمان سوريا دي سلمتنا للحكومة تسليم أهالي. شفت؟ شفت الفعل المنيل؟ شفت؟ إنما أنا لما حسيت منها بحاجة غريبة اتدبقتها لحد ما هرشت وسخت أمها. استعملتها لصالحنا. وانت برضه حد هتجيب مطره زي سوريا؟ الاتنين نسوان لدغتهم والقبر. الله يرحمك يا غريب يا ابني. مع
معقول المعلم ابو سنة يعمل كده؟ السوق كمان بيلزم بكلام مش عاجبني. عشان كده سالتني سمعت حاجه ولا لا؟ قلت يمكن وصلك انت كمان حاجه. وحصل منين؟ وانت ناوي عليا يا فندم؟ مش عارف يا بدران، عقلي هيشت. ده الخيل. والست دوري شايفه ايه؟ المهم انا عارفها كويس، اللي هيدوس لها على خيالها هتفرمه حتى لو كان اخوها. هو مين اللي وصل لك المعلم ابو سنه راح للمعلم نوح؟ من امتى بتسال في اللي بالكش فيها يا متر؟ لا انا بس كنت عايزه. وبعدين مش يمكن اللي قال لك كذاب؟ لو كان كذاب كنت عرفت. واضح ان الحكايه مقدرك على الاخر. مش حكايه الخيل بس اللي مقدراني، في حاجه تاني؟ في ايه؟ خير؟ ايه مالها؟ يا رب تكون بخير يا رب. وشرف يا نجمه، ما حد قال لي. انا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ولا داقوا طعم النوم من ساعه ما عرفت الخبر اليقين. اقول لك على حاجه يا نجمه، انا لو اعرف بالخبر ده من بدري انا كنت جيت حتى قبل ما تخش المستشفى. لا طالما حلفت بشرفك يبقى صدقك. ألف حمد لله على السلامة، وألف مليون مبروك لنجمة الجيل والقرن. لا 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 لا، أقول لك على حاجة، أنت محسودة. لا لا لا، محسودة ولازم تترقي، ولازم يتعمل لك زار، ومش زار مصري كمان، زار يوناني زي اللي اتعمل في فيلم زوربا. أنت عرفت منين إن أنا هنا؟ ماي هارت، ماي هارت فضت قدامي الصبح بدري وسألته سؤال، وير يو جو؟ قال لي اي جو في الرمانة. ازعل ماي هارت؟ اقول لك على حاجة يا نجمة، اللي بيتكلم قصادك ده مش الملط بيضون، ده الهارت بيضون. ما تأثر، انا مش مستحملة، شكلك عايز حاجة، قول وخلص. البت بيسا قالت لي. قالت لك ايه؟ ايه مالك اتخضيتي كده ليه يا نجمة؟ قالت لي ان انت هتخرجي الصبح بدري. وده يهمك في ايه ان شاء الله؟ ما يهمنيش، ما يهمنيش ازاي يا نجمه؟ انت مش عارفه قيمتك وغلاوتك عند الجماهير العريضه؟ الجماهير العريضه في الوطن العربي بتهتف باسمك وبتهتف حوالين المستشفى وبتقول الشعب يريد رمانه من جديد. ما تضرش الكلمتين وتخلص، جرى ايه؟ انا مش مستحمله، احنا في مستشفى. الزبون سقع ومتشفي وجاهز على الشوي وجاي من بره وحسابه في البنوك بره ملوش سقف، حاجه كده تحس انها هو حتى وانا في المستشفى وعلى سرير المرض يا ابني. دق يا نجمه، دايما بتنسي. والمصحف الشريف، كلمه زياده لا تلاقي سكينه زي دي خارزه في رقبتك وضاعه من قفاك. ده جزات ان انا جاي لك وايديا مش فاضيه. لم نفسك ولم حاجتك واتكل يلا. وحياه شرفك اللي ملوش وجود يا مرض، لو شفت خلقتك دي تاني قدامي هقتلك. على العموم انا مستني ردك. ميرسي يا نجمه. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بدران؟ خميس اللي قلب عظمه لسان ساعتك. خميس يعمل كده؟ ده اللي حصل مع عليك، كان لازم ابلغك. خميس كان فاكر انه هيحط العمروتي باشا في جيبه بجوازته من بنته. ما يعرفش العمروتي باشا ممكن يعمل فيه ايه. بتاري البت زفت رمانه مختفيه. مختفيه ازاي معاليك؟ الملط دخل عليها ملهاش. تلاقيها في المستشفى عشان قالها تنزل البطنان. وبعدين معاك يا بدران، ما بلاش السيره دي يا اخي. انا اسف معاليك، عارف الموضوع يضايق، بس خميس بقى هنعمل ايه؟ سيبني لوحدي دلوقتي يا بدران. امر عليك سعادتك، تؤمر واحنا ننفذ اللي انت عايزه. سعادتك اقصى عليك يا خميس، تعمل كده في الباشا اللي احنا كتفنا كلنا من خيره. ما تمشي يا بدران. حاضر سعادتك. Thank you.
الله الرحمن الرحيم. منابك يا أمه. منابك يا كرومة، هاتيلي رغيف. وده بقى منابك انتي. أما ده منابي أفندينا. إيه مالك؟ حاسة بألم فظيع في معدتي. من المالط اللي انتي لابساه ليل ونهار. لا لا، أنا حاسة إن الأكل ده فيه حاجة. الأكل فيه حاجة؟ حاجة إزاي يعني؟ مش عارفة. أنا هقوم. لا اقعدي، وهخلي شرابية تعمل لك حاجة سخنة. لا لا، أنا مش قادرة. طب استنى أجي معاكي. لا أنا كويسة. طيب. صباح الخير يا ست رمان، أساعدك في حاجة؟ خلاص يا حبيبتي، أنا خلصت. ألف حمد لله على السلامة، ولو إنك هتقطعي بينا قوي. الله يسلمك يا حبيبتي. خدي تاني، كفاية اللي أنا أخدته منك. دي حلاوة الخروج يا بيت. ربنا يخليكي لينا يا رب، عشان أنتِ حاسة بينا وحاسة بالغلابة. ويخليك. عايزة حاجة؟ تسلميلي. مع السلامة. أنتِ على طول كده إيدك مخرومة، لميها شوية. يا ست اللي جاي رايح، واللي رايح جاي. أيوة بس أنتِ دلوقتي سايبة الشغل. لا لسه فاضل لي ليله واحده بس اروحها، وبعد كده محدش هيعرف لي سكه. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار بيضا. مبروك يا حجه، ولي العهد على وصول. الكلام ده صحيح يا دكتور؟ طبعا يا حجه، بس انا ما رضيتش اقول لك الا لما اعمل لها اختبار الحمل واتاكد. تسلم يا وش السعد، تسلم يا وش الهنا، تسلم يا دكتور. شربيه. نعم. بل الشربات، واول كوبايه يشربها الدكتور. الله عمرك يا حاجه. تسلمي لي يا حاجه. مفيش داعي للشربات يا حاجه، اهم حاجه من بكره تجيلي عشان نكمل بقيه التحاليل. طلباتك اوامر يا دكتور، بس لازم تشرب الشربات. امرك يا حاجه. الحمد لله، بيضت وشي يا رب. الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايوه ايوه انا عايز حاسب دي، وعايز شويه كده يعني. قولي نفسي في حرنكه شي خميس، نفسي في سيخ خميس، حاجات الوحم دي توحمي براحتك. هتصدقي لو قلت لك ان انا عشت عمري كله مستني اللحظه دي؟ طبعا هصدقك، عشان انا عارف الحكايه دي مهمه قد ايه بالنسبه لك. عايزه راجل من ظهر راجل. ليه بقى؟ وما تنفعش بنت؟ لا لا لا، بنت ايه؟ لا انا اقصد يعني كل اللي يجيبه ربنا حلو طبعا، انما انا نفسي في واد. وانا كمان نفسي في ولد يكون شبهك. خلاص بعد ما نجيب الواد هاتي دستة بنات شبهك. ليه بقى؟ هو انا ارنبه؟ لا، امر 14. حسن يا خميس. معايا يعني ايه شو؟ يعني رجلي على رجلك يا عينيا، يعني مش هتروح في حته غير وانا معاك. دي قعده رجاله شو؟ طب وفيها ايه؟ ما انا هبقى قاعده في حما جوزي سيد الرجاله. يا ابو سنه، انا ما برتاحش للنوح وابنه نابو ازرق، مش عايزاهم يحسوا ان انت لوحدك. يعني انت اللي هتحميني؟ فشل، ده انت تحمي مدوريه. بس يعني لو عين واحده كفايه، كان ربنا ادانا التانيه ليه. وايد واحده ما بتسقفش. ايوه شو، بس شكلي هيبقى شكلك 100 فل و10. وبعدين معرفش ليه يا اخويا، انا حاسه كده ان في الليله دي هيبقى ليا موقف جامد. ايوه خلينا بقى نقب على وش الدنيا ونخلص بقى من الركش اللي احنا فيه ده. مش يلا بينا يا سيد الرجاله، احسن نتاخر على الرجاله. تعالى. ده كلام يتقال برضو؟ اما انت بنت رقصه بصحيح، ما تمرش فيكي الحليه وطيبه القلب. امال مضايقها عليا كده قوي ليه يا معلم؟ بحبك يا بنت وبخاف عليك. الله، هو الواحد لما يخاف على جماعته تسموها خنقه ولا حبسه؟ اما انت استطعت عليكم شويه حاجات. بص يا معلم، انا طول عمري عايشه خدام، بستحمل شخط دي ونطر ده، ما دقتش طعم الحلو لما جيت بيتك، ودلوقتي بعد ما بقيت مراتك تعاملني المعامله الوحشه دي، يبقى حرام عليك.
لو لسه يعني يا اخويا شايل في قلبك من ناحيتي حاجه قول لي، وانا اجيب لك مصحف واحلف لك عليه اني ما بعملش اي حاجه وحشه في حقك والله العظيم. يا بنت يا بنت، وانا يعني محتاج حلفانك علشان اصدقك؟ ده انت بنت عبيطه قوي يا بنت. انا من طلت عينك اجيب اخرك، ولا تكونيش فاكره نفسك ناصحه وتقدري تضحكي على النوح. فشر يا معلم، ينقطع لساني قبل ما اقولها. مش هيلحق يا روح المعلم، مش هيلحق، لان يومها السر الالهي هيطلع ويسلم الامانه لصاحبها. ايوه كده، ابلع ريك قبل ما ينشف وتلاقي روحك في الطل. صلت ملت اللي تؤمر بيه يا معلم. يبقى نعمل ايه بقى؟ تبوسي ايدك وش وظهر وترضي باللي حرمهولك. حاضر يا معلم. ناولي العصاية. والله زمان يا ست شوق. ما انت عارف بقى يا معلم، الرجل بتلف تلف وترجع مكان ما بتحب. مش تخلينا في الشغل احسن؟ انا شايف كده برضه يا معلم ابو سنه، احنا نخلينا في الشغل احسن، نلخص يعني وننجز ولا يا حاج؟ اه انت قلت يا معلم انك عارف خبايا المصلحه اللي بيحضر لها خميس. حصل. اه بس ما تاخذنيش في كلمه يعني يا معلم ابو سنه، انت دلوقتي بينك وبين افندينا مشاكل، يعني ممكن جدا الحاجات اللي انت تبقى عارفها تتغير. جايز ممكن يغير الميعاد يغير المكان، انما الكلام نفسه مش هتغير. طب ولازمته بقى يا معلم ابو سنه كلام من غير لا ميعاد ولا مكان؟ طب انا عندي بقى الحل اللي يجيب الفايده كامله. وايه هو بقى الحل يا معلم؟ انت لازم تتصالح مع خميس. ايه؟ الصالح؟ وتيجي منك انت يا معلم نوح؟ انا صالح مع خميس؟ لا، اذا كان ده الكلام اللي عندك يبقى كل واحد فينا من سكه. استنى بس يا معلم. استنى ايه يا شوق؟ ده كلام رجاله مالكيش دعوه انت بيه. بالهداوه بس يا معلم ابو سنه بالهداوه، اسمع الكلام للاخر. هداوه ايه؟ ما انت سامع ابوك بيقول ايه؟ انت عايز توصل لايه بالظبط يا معلم؟ ومين قال ان المعلم ابو سنه هيروح لحد خميس؟ امال مين اللي هيروح له؟ انا؟ اسم الله عليكي واعيه، طول عمرك واعيه وترقصيها وهي طايره. لا يا معلم نوح، لا انا ولا مراتي معتبين بيت خميس. هو في ايه يا معلم؟ انت بتمتحننا هنا ولا ايه؟ عيب عليك يا ست شوق، معاش ولا كان اللي يقول كده، ده مجيتك ومجيت المعلم ابو سنه على راسنا من فوق ولا يا معلم؟ المعلم النوح قصده خير يا معلم. خير؟ هيجي منين الخير؟ هيجي منين الخير بعد ما نطاطي وندوس على كرامتنا ونروح لخميس بعد اللي حصل؟ معلم خميس مراته الجديدة حامل. ايه؟ حامل؟ ايوه حامل، حط الباشا في جيبه وطواف عبه. ولو ده حصل يبقى روحنا كلنا بلاش. ايوه ايه الفايدة من مروحنا برضه؟ الفايدة في الخبر التاني يا معلم ابو سنة. وايه هو الخبر التاني؟ رمانة كمان حامل من خميس. رخرة؟ عشان دي آخر مرة هتشوفني فيها. ايه اللي حصل؟ كشفوكي؟ لا، أنا اللي هكشف روحي عندهم وهقول لهم. تقولي لهم ايه؟ اقول لهم على الاتفاق اللي بيننا. ليه؟ عشان ما شفتش منك غير كلامه بس يا خميس. طار جوزي كل يوم بيلف حوالين رقبتي اكتر من الاول. قلت لي انك هتخلصني وما خلصتنيش. خلاص هقول لهم بقى وتخلصوا على بعض واخلص معاكم. اهدي عليا بس، ما تاخدنيش بالحامي كده. اهدي عليا، هوفي بوعدي انما في وقته. امتى وقته؟ اصبري عليا بس اليومين دول، حكايه الخلم لخبطاني على الاخر. اسمع يا خميس، اخر الكلام اللي بيني وبينك.
لو ما خدتش طار جوزي طاري هيبقى عندك زي ما هو عند النوح بالظبط. سلام. يتوب علينا ربنا، يتوب علينا، يتوب علينا ربنا، يتوب علينا. من صنفنا مادة بتوع أسفين، واللي تحلبوا زي التعابين، واللي بيلعبوا يا معلوين جين، واللي بوشين من ناس السو اشكال بتموت في التوبع او في التسخير.